مرة قال المانويل قال للشادي امسك امسك حازم امام. لا ده ده ماتش قبل نهائي قبل افريقيا نهائي افريقيا او جاب جون تقريبا حازم 2-1 ماتش 2-1 ما دي قعد فيها شهرين مثلا قعد فيها شهرين في بيشتري البيت شهرين في البيت. ف في الحياه اللي هي الثوابت ملوش فيها قوي يا عمده مكاني حاضر. مين ده؟ عبد الحليم مره ده هو مثلا المان بتاعه في الوقت ده عبد الحليم علي في ماتشات زمالك. عمرو زكي حاضر مش مشكله. انت برضو كان وقت الجدعانه ايه كان كتير كان كتير لو رجع لي تاني دلوقتي لا فيش جدعانه في الكوره. احمد السيد كان افضل كان بيجنني بس في حاجه احمد السيد العكس بقى كان بيمسك كويس يحط ويحط دماغه مكان رجليه سهل جدا مفيش هزار. ما كنتش بشيل هم ان هو لما يمسك فيرود خلاص الراجل ده الفيرود ده مش موجود الموضوع انتهى. لكن انا كنت بخاف والكوره معاه يعني والكوره معاه حاسس ان في حاجه هتحصل. هو قبل ما يضغط يعني هو المفروض الراجل هيجي يضغط عليك هو يبصيلي فانا بقول يعني اصبر لما الراجل ايه يقرب شويه يقرب لان الراجل مش يعني طلعناه بره اللعب لكن لسه ما ضغطش عليك وبتبصيلي. قال لي مش انت اللي هات كده مش انت اللي عايزني. قلت له لما الكوره تبقى معايا ابصيلك. قلت له ايوه انا فاضي. فالمهم لقطه برده حلوه من الحياة اللي هي الكواليس الواحد ما اتكلمش فيها كتير يعني 2006 كان في اصابه اللي هي الكسر الشريحه ومسامير في انكر جلاي. وانا فاكر الرياكشن بتاعك كان النادي الاهلي باللعب منتخب مصر في اعتزال الكابتن هادي خشم. فحصل في اول المباراه مع مصطفى جعفر ورجليا حصل الكسر عملت العمليه. فالمهم رجعت خلاص بعد 4 شهور وخدنا ثالث العالم. على فكره رجعنا على ثالث العالم على ثالث العالم ولعبت انت ولعبت الحمد لله بس من الماتش الثاني عشان برضه كواليس الماتش الاولاني مش لازم ان احنا نتكلم فيه خلاص عدي يا ليله الماتش الاولاني فخلاص وخدنا البطوله. المهم رجعت معلش يا جماعه والله في حاجات ما ينفعش انها تحكي خلاص خاصة في الماتش الأولاني خاصة في الماتش الأولاني ده وأنا ما لعبتش ماشي فتيجي في وقت أنت حاسس أنا مش أنا يعني كأنك عايز تتعرض على دكتور نفسي يعني تقول يا دكتور أنا مش أنا أنا في الكورة مش 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 حاسس إن أنا عماد بخاف في وقت المفروض ما بيبقاش فيه خوف. طب خايف على رجليا طب خايف من أدائي مش كويس. فمسكت بقى الاتنين يا إسلام الثلاثة وائل وشادي قلت لهم بصوا بقى أنا شايلكوا بالبلدي أنا شايلكوا سنتين كل اللي أنا طالبه تشيلوني ماتشين بس أنت كويس إن أنت فاكر شيلوني ماتشين يا حبايبي عبل مقف بس يعني على رجلي ورحت مكمل قلت لهم إيه يا حبايبي عشان خاطري ماتشين بس يعني مش لازم احمد السيد الراجل يبقى جاي ضغط عليا. زمان كنت ما بخافش بستلم الكوره وهباصي ما عنديش مشكله لكن النهارده اول ما بلاقي حد جاي ضغط عليا عايز من بعيد عايز اخلص فمش عايز شكلي يبقى وحش مش عايز وانت بتحط لي الكوره اروح انا اللي مطفش. لكن انت لو طفشت ما هو ده عادي مش هقول لك حاجه لكن انا كان ف والحياه اللي فيها واحد ضد واحد كنا متعودين اسلام في طريقه اللعب احنا الثلاثه مش ليبرو صريح قدام اثنين كان بيجي وقت مستر مانويل يخليك انت في الحياه اللي هي المواجهه اللي قدامك انت اللي تطلع تمسك او انت اللي تطلع تقابل الفيرو. ايوه فبقول لهم في الوقت ده اقرب واحد وانا هروح هناك شويه وانا هروح مكان خطوتين شويه يعني انت روح وانا بلاش اتحط انا في مواقف. لا ما حصلتش يعني مش لا ان هو بيقول لا يعني ما حصلتش كل واحد ملتزم بمكانه عشان كده بقول لك انا لو رجع بيا الزمن تاني تعالى امسك لا مش همسك تعالى بس كانت الجدعانه واخده والله معايا شكل لكن عدت الفتره دي.